المنتخب المغربي يعني امتع منتخب في الدوره، لاعبين عالميين. يعني هذا الفريق راه تقريبا نقول لك فيه 7 ديال اللاعبين اللي هما يا رسميين في المنتخب المغربي، وهاد الدوره فرزتنا واحد اللاعب اللي بنا اننا ضعنا فيه في كاس افريقيا وفي كاس العالم اللي هو سفيان الرحيمي، اضافه قويه. يعني اللاعب هو اللي فتح المقابله، كانت مغلوقه من وراء ديك ضربه جزاء اللي جات من كره ميته، يعني الماتش تغلب والمنتخب المغربي تحكم زمام مقابله. طارق سكيتيوي بان انه واحد المدرب اللي عنده الكوتشينغ، لاحظتي ان التغييرات ديالو تغييرات اللي كتكون في المستوى. خان عامل الحظ والتوفيق في مباراه اوكرانيا ما تقراتش مزيان، مي الحمد لله كيبصم على واحد الدوره اللي هي في المستوى، وان شاء الله الجماهير المغربيه كامله حنا هذا المنتخب وهاد اللاعبين اللي عندنا، ولو كيخلينا نطمعوا اننا دائما نتوجوا، كنا كنتمناو اننا ندوزو غير من المجموعات ولا غير نتاهلوا. دابا اي مغربي المغربي اللي ما داش الميداليه الذهبيه غيبقى فيه الحال، صافودير خلونا نوصلوا لواحد الريتم اللي هو عالي من الطموح. المغرب قدم واحد المستوى اللي زوين، وان شاء الله يعني في النصف مع اسبانيا ان شاء الله، يعني اسبانيا لا تربح. يعني اليابان صراحه ما ماشي شي مستوى اللي واعر باش غادي تربح، وحنا صراحه كنتمناو تجي معنا اسبانيا باش نقدموا مستوى رائع وتكون المنافسه، باش ان شاء الله باش نمشي ناخذوا داكشي على جدار واستحقاق. ومهم كنبغي نشكر كاع اللعابه وبون كوراج ليكم، فرجونا الصراحه. و كما شفنا بغينا حنايا ان الصبليون هي اللي تدوز باش كل الفراجه مزيانه، وبخصوص مع هاد الثقافه الجديده ديال ان تكون في السينما وكذا مزيانه من الاحسن، حيت ما كنحسوش براسنا زعما كتفرج راسك وكتبقى ساكت كتهضر مع الناس بحال جالس مع العائله ديالك. والصراحه اللعب جانا لعب زعما واعر، ما كناش كنتوقعوا انها تكون 4-0، وخصوصا ان الشباك ديالنا بقى نظيف. وكنوجهوا التحيه للام ديال حكيمي، وتحيه لحكيمي لعب مزيان. مقابله للتاريخ، فريق كبير، فريق متمكن بجميع العناصر ديالو، اكيد بان المنتخب الاولمبي يسير بخطى ثابته بحال المنتخب الاول اللي كانت اهل الدور النصف النهائي في كاس العالم الاخيره المقامه في قطر. فاليوم جاء الدور على المنتخب الاولمبي الذي كذلك ابلى البلاء الحسن بالتاهل ديالو النصف النهائي، فاللاعبين في المستوى ذو تقنيات عاليه، فهادو ان شاء الله هما غيكونوا الركائز الاساسيه ديال المنتخب الاول اللي مقبل ان شاء الله على التصفيات ديال كاس العالم 2026 المقامه في الولايات المتحده، وكذلك كاس العالم اللي غادي يكون ان شاء الله في البلاد ديالنا. فهنيئا للمنتخب الاولمبي، هنيئا بلد العناصر، أشد بأيدي بحرارة على المدرب الوطني سكيتيوي الذي أبلى البلاء الحسن ويسير كذلك في خطى ثابتة بحال المدرب ديال المنتخب الأول سي الركراكي. فكنبغي نوه بالقائد سي أشرف حكيمي، قولي سي أشرف حكيمي علاش؟ لأنه كان لاعب عنده تأثير إيجابي على المجموعة كاملة سواء داخل الميدان أو خارج الميدان، والتتويج ديالو اليوم بأنه سجل هدف يستحق أكثر. فكذلك نبغي نوه بالهدف التاريخي للمنتخب الأولمبي سفيان الرحيمي اللي غيصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم الوطنية كيسجل 5 أهداف، وأكيد كنتسناو بأن النصف النهائي باش يزيد من الغلة ديالو ويكون هدف تاريخي ديال الأولمبيات بصفة عامة.